مقابل كبير من الفريقين الذين يمتلكوا عرق فريقين الهجوم البيضاوي راه تاهو كبير تتحدى لهم الهدف بداية المباراة ما استطعناش نرجعوا في المباراة كنتمنى نراجعوا الأوراق ديالنا ونداركوا هذيك النقاط اللي خسرناهم كنطلبوا السماحة من الجماهير اللي جات تساندتنا في المباراة سمي دوماج كرهوا لنا ديروا أقل نتيجة توافوا ساعة ما تعادلناش عاودوا لهم مرة أنا ضد الناس اللي كتحقر الفراقي بمعنى أنه كاين واحد العدد ديال الناس كيقولوا بأنه على فريق نجم الشباب أنه فريق ضعيف وفريق هذا ولكن اليوم شفنا أنه حتى هو باغي يحقق الطموح ديال الجمهور ديالو وحتى هو بغى يتفادى ديك النتائج السلبيه اللي كان كيحقق اليوم كانت عندنا مقابله صعيبه وبالتالي حنايا فريق اللي باغي نحققوا اول انتصار بغينا نحققوا الفريق ديال النادي المكناسي خارج الميدان باش يعطي واحد الثقه سميتو الثقه للاعبين ديالنا ولكن كنتمنى انه يجدوا يشجعونا ويحاولوا يشجعوا هاد اللاعبين هادو لاننا حنا كنحاولوا نبنيو فريق جديد بنينا فريق جديد وهذا الفريق هذا حتى هو عنده رغبه وباغي يحقق الطموح ديال مكناس الحمد لله حنا غاديين في الاتجاه الصحيح حققنا لحد الان ثلاثه ديال الانتصارات وجوج تعادلات هذا كيبشر بالخير ونتمناو من الله حنا لاعبين ماتش فور ماتش وحنا كنحترموا جميع الفرق. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حضرة الجمهور الرياضية الحمد لله مستوى من الدرجه الرسم هذا كنتمنى بانه يقدروا كان يرفعونا لولا الحظ اللي كان معنا الحمد لله غادي نشوف واحد الفرقه ثابته في ايام الترتيب نشكر الجمهور اللي جات عندنا وهارد لك النجم الشاب النجم الشاب مازالش غير هاد الوصفين واحد العمل واحد التحدية إوا الحمد لله عملنا التوفيقنا والحمد لله ربي ما خيبناش كنا محتاجين خاطر وابوا باش نحافظوا على الرتبة ديالنا باش نبقاو قرابين كهذا مسالمين والحمد لله على هاد النقطة هادي نتمناو خير إن شاء الله. شكرا لك.